طبعا تابعنا امبارح ختام المؤتمر الاقتصادي اللي نظمته الحكومه بتكليف من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في مجموعه من التوصيات اللي بتمثل خارطه الطريق للاقتصاد المصري خلال الفتره اللي جايه، وده اللي تم التوافق عليه ما بين الحكومه وما بين رجال الصناعه والمستثمرين الحاضرين في المؤتمر الاقتصادي. واحنا بنتكلم على التوصيات المتعلقه بالغاء العمل بنظام الاعتمادات المستنديه مثلا خلال اقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي. كمان بنتكلم على اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه المصريه خلال مده لا تتجاوز الثلاث شهور. صحيح، وبالتاكيد الحوار اللي حصل على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا في المؤتمر الاقتصادي كان على درجه كبيره جدا من الاهميه. علشان كده كان من ضمن التوصيات ان المؤتمر ده سيتم عقده بشكل سنوي للترويج للاستثمار في مصر، وسيتم أيضا من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها، وكمان أيضا سيتم مراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه سابقا من خارطة الطريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين عشان يكون في شفافية ومصارحة ومكشفة بكل الأمور المتعلقة بالوضع الاقتصادي والتنمية التي تحدث في البلاد. صحيح، ويمكن خليني كمان أقول لكم أنه مبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في ختام المؤتمر الاقتصادي وجه بإنشاء أمانة تعمل إيه هذه الأمانة؟ تعمل متابعة وتنفيذ للتوصيات اللي صدرت عن المؤتمر الاقتصادي، وأنه بنفسه يتلقى تقرير كل ثلاث شهور عما تم تحقيقه في هذا الشأن. وده الحقيقة بيعكس التزام الدولة والحكومة وحرصها على تنفيذ هذه التوصيات بشكل دقيق وسريع. ده غير أنه سيادة الرئيس وجه للدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في كل مشروعات الدولة، وقال للمستثمرين ورجال الصناعة البلد دي بتاعتنا كلنا وإحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام. حقيقة أن خطاب سيادة الرئيس امبارح كان خطاب يعني يتسم بقدر كبير جدا من المصارحة والمكاشفة والشفافية. سيادة الرئيس ركز على المسار الفكري لبناء الدولة على كل المستويات، من أول قانون الأسرة لحد القوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم والصحة والسكان والصناعة والمواني وتشجيع القطاع الخاص. المسار ده بيحتاج فهم وبيحتاج وعي وبيحتاج تضافر لكل الجهود ومشاركة من الجميع علشان كلنا جميعا نبني هذه البلد وعلشان نكون دايما في أفضل حال. لهذا الأمر ربما كانت فلسفة عقد هذا المؤتمر الاقتصادي اللي كان فيه عدد كبير جدا من الخبراء اللي حطوا توصياتهم واللي حصل فيه نوع من المكاشفة والمصارحة زي ما قلنا هدير، واعتقد ان دي خطوة عظيمة جدا بتستحق ان احنا نبني عليها كمان في المستقبل خطوات تكون على نفس الشاكلة وعلى نفس الطريقة وعلى نفس النهج. يمكن خطوات كتيرة في سبيل واحد وهو الوعي، الوعي بمشاكلنا بتحدياتنا بالخطوات اللي بتخطوها الدولة المصرية لإنجاز كتير من التحديات اللي بتقف قدام كل الأجيال اللي جاية دلوقتي والأجيال اللي جاية كمان علشان تعيش حياة كريمة. صباح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر.